فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن عسكر وعندنا حراسة داخل المقبرة، وقد دخل علينا وقت صلاة وهو صلاة العصر، فهل لنا أن نصلي في زاوية المقبرة داخل السور؟ لا، اخرجوا صلوا برا المقبرة، حراسة في المقبرة. حراسة وش عليك؟ هذا فراش حراسة للمقبرة هي في هذه البلاد ولا بغيرها. المهم لا تصلون عند داخل المقبرة، لا تصلون داخل المقبرة، اخرجوا وصلوا خارج المقبرة. نعم، ولو بالتناوب. نعم.